كيف جاب كرانك لهالمصاري هاي؟ بدي ملف كل المعاملات البنكية اللي صارت امبارح. أنا عم انطرك، رجاء خبرني بسرعة. أنا ما بعيش هون أبا، لازم نترك هذا البيت. شو ما قال عمي بيكون هالشي؟ لك شو السبب ورا هالشي؟ يعني شو بده يكون هذا الشي يا أبا؟ حاج الدوري على شي منيح بكل تصرف سيء بيعمله أبي. أنا ما سبق وسمعت إنه في أب بياخد من ابنه أجرة ليبقى ببيت إله أصلاً، وإنتي بدك تبقي بهذا البيت مع هذا الأب. بس كاران اللي انت كيف عم تقدر تفكر حتى انك تترك هذا؟ انا اتخذت قراري يا ابا، ما بقى فيني عيش هون. انا ما بقدر شوفك عم تنهاني كل يوم قدامي، واذا لازم ادفع اجرة هالشي معناته رح نروح على بيت ما مننهان فيه كل هالقد. ايه بس هلأ نحنا مو مضطرين ندفع اجرة. شو قصدك؟ أنا رح أقلك شو قصده سيد كران براساد. أنا رح أقلك في مصاري اتخذت من جزداني وانت رجعت لي اياهن. عن جد شي ظريف هالغبي أخوك فير. هو قرر انه رح يساعدك بمصاري، وانا المفروض هلأ اني ما رح افهم شي. هيك انت فكرت؟ بعرف انه كرامتك غالي عليك، لكان قلي ليش قبلت بمصاري لترجع لي اياهم؟ ما عندي فكرة عن القصة. عن جد؟ بهي الحالة يمكن مرتك هي اللي بتعرف عن هي القصة. الظاهر انه هي حصلت على مساعدة من فير، ويبدو في سببين، يا اما هي ما عندها ثقة لا فيك ولا بمقدراتك، يا اما بتكون مرتبطة كتير بقصر سوارنا لدرجة انه هي مو قادرانة تتركه لهذا القصر. شو ما كان السبب، من هلأ ورايح اعمل اي شيء بالاعتماد على مقدرتك الشخصية، مو بأنك تاخد صدقات من أي حدا. وقف على رجليك التنتين يا ابني. كنتي بتعرفي هالشي؟ بتعرفي ولا لا؟ هو أنا... شو؟ شو خطر على بالك؟ إني ما رح أقدر أكسب مصاري تكفي لدفع الأجار هون؟ لا كاران، القصة مو هيك. شو القصة؟ يلا فهميني. أنا رجال وبقدر أتحمل مسؤوليتي أبا، وأنا رح أثبت هذا الشي من اليوم. ايه كل شي تمام عنا بالبيت، بس اسمعني هلأ بدي منك معروف ضروري كتير، بدي اياك تلاقي لي بيت ضروري. ايه باي. مرحبا، شريفاستاف للعقارات. ايه اتصلت فيك مشان لاقي بيت للإجرة اذا سمحت. كاران براساد. ايه رجاء الموضوع ضروري. سيد أنوج؟ إيه كاران أنا اتصلت فيك، بدي تعطيني مناوبة اليوم. رجاءً اعمل أي شيء ضروري. إيه مساء
الأستاذ طلبك لعنده. مرني أستاذ. أنت قريت ملف قضية التمليك هديك؟ إيه أستاذ قريتها، بس ما عملت التفاصيل، هلأ بروح وبساويهم فورا. كاران، مبين عليك كتير مشوش. لا لا أبداً أستاذ، القصة بس الشغل المعتاد، رح روح هلأ أهتم بالتفاصيل. كاران استنى شوي. ما بعرف كيف بدي أقولك اللي بدي أقوله. أنا بدي أطلب منك تبقى ببيتي. أنا بعرف مشاكلك منيح كاران. أنا آسف بس من شوي سمعت حديثك. شوف كاران، أنا بعرف منيح إنك محامي شاطر وموهوب، بتمنى بس لو تشتغل بتركيز عالي. بالواقع أنا متفاجئ ليش جاكوان براساد ما قدر يعرف المواهب الكبيرة يلي عندك. استنى شوي. أستاذ هذا بترجاك كاران خدو، ما ترفض أبدا. هاد ولا شي كاران، وبتشوف كيف بيوم من الأيام رح تقدر تعمل بيتك الخاص وتجيب سيارتك بجهدك. من هلأ لوقتها فيك تبقى ببيتي إذا بدك. ما بتعرف قديش في شغل كبير أنهيته بربحك لهديك القضية، مو بس إلي، كمان جبت الشهرة لشركة المحاماة تبعي. وتذكر إنك قلت إنك عم تعمل هالشي وعم تضحي هالتضحية كلها من شان زوجتك ومن شان العيلة كمان. إيه أستاذ يعني ليك بس... كاران، أنت فعلا مثل ابني وزوجتك كنة بالنسبة إلي، وإذا قررت تفوت على بيتي رح حس إنه البركة هي بذاتها اللي فاتت على بيتي. رجاءً ما ترفض طلبي. مسؤوليتك المستودع من اليوم، وراح تاخد أجار وتأمين كل سنة لقدام من هدول اللي قاعدين بالمستودع تبعنا هلا. شكراً لك أستاذ، عن جد شكراً، ما رح أنسى لك هالفضل بحياتي. الله يحميك يا ابني.